قامت قواتنا الأمنية بإلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قرية الدشيشة بريف الحسكة. حقيقة متابعة حثيثة من قبل جهاز الأمن العام، وأيضا هذه المتابعة أدت إلى الوصول إلى تحديد هدف هذا الشخص الذي نستطيع أن نقول أنه كان يخطط من أجل إحداث فوضى أمنية، من أجل إحداث شيء معين، استهدافات معينة. طبعا تم إلقاء القبض عليه بمساعدة ومشاركة من قوات الهات، وأيضا تمت مصادرة بعض الأمور مثل مسدسات، أسلحة، وأيضا 5 جوالات. طبعا دائما تزداد حركة نشاط خلايا داعش ضمن هذه المنطقة. في دير الزور حدثت بعض المشكلات، وأيضا في الحسكة، في ريف الحسكة أيضا. كل هذه تأتي ضمن التهديدات التركية المستمرة على مناطقنا في شمال وشرق سوريا. لماذا تزداد حركة الإرهابيين، يعني خلايا داعش النائمة، لماذا تزداد حركتهم في هذه المناطق، يعني سواء كان في دير الزور أو في ريف الحسكة، ويعني ما هي الأسباب؟ طبعا نحن نقول، قلناها سابقا نكررها دوما، بأن هناك محاولة لإحداث ثغرات أمنية. تتذكرون جميعا محاولة استغلال ما يسمى بجيش العشائر من أجل إحداث ثغرة أمنية ضمن دير الزور، لكن باءت هذه المحاولات بالفشل. هناك محاولات لاستهدافات مباشرة دوما في جميع مناطق شمال وشرق سوريا. الخلايا النائمة تجد فرصة حقيقة عندما يكون تهديدات تركية، عندما يكون هناك استهدافات تركية لأعضائنا ولقواتنا ولمراكزنا. تم استهداف سيارة لقوى الأمن الداخلي في كوباني قبل يومين، تم استهداف حواجز كوباني سابقا، تم استهداف مراكز قوى الأمن الداخلي في مدينة قامشلو وفي مدينة عمودة، استهداف الحواجز. كل هذه الأحداث الفوضى والاستفادة من حركة عناصر داعش تستفيد من إلهاء قواتنا ضمن الضربات التركية المتكررة والمستمرة. طيب سيادة اللواء، يعني تداعيات هذا المشهد إلى أين يتجه؟ يعني في ظل استمرار نشاط خلايا داعش اليوم في مناطق شمال شرق سوريا والهجمات والتفجيرات يعني التي تحصل من قبلهم، وفي ظل طبعا كما ذكرت حضرتك الاعتداءات التركية المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا ربما تساعد في نشاط هذه الخلايا، إذا هذا يعني هذا المشهد إلى أين يؤدي؟ ما تداعياته الأمنية اليوم على مناطق شمال وشرق سوريا؟ حقيقة أستطيع أن أقول لك وبكل بساطة بأن الاستهدافات التركية، محاولات إحداث الثغرات الأمنية ضمن مناطقنا، حركة داعش ونشاط الخلايا المكثف الذي ازداد بالفترة الأخيرة لإحداث ثغرات أمنية ضمن مناطقنا، ضمن مناطق الإدارة الذاتية، هناك خطر حقيقة عندما تتحرك خلايا داعش، لأنها تضرب بشكل عن طريق عمليات اغتيال، عن طريق تفجيرات، عن طريق استهدافات، بينما الذي يسهل هذا الأمر لهم هي الاستهدافات الهمجية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي على مناطقنا. الاستهداف للمناطق الحيوية، استهداف المعامل، استهداف الأحياء، استهداف السيارات قوى الأمن الداخلي، استهداف مراكز قوى الأمن الداخلي. أنا كيف أستطيع أن أتحرك لإلقاء القبض على داعشي في الوقت الذي تكون فيه المسيرات التركية تقصف حركتنا وتحاول أن تشل حركة قوى الأمن الداخلي؟ يعني هكذا تخيلي المشهد معي، عندما يكون هناك استهداف من الجو وخطر على الأرض، هناك صحيح. محاولة لعرقلة حركة قوى الأمن الداخلي من أجل القيام بواجبها، لكن على الرغم من هذا، على الرغم من كل هذه الاستهدافات، ما زالت قواتنا تتحرك بشكل سريع،
تنفذ أيضا العمليات النوعية ضد خلايا داعش وضد المجموعات الإرهابية التي تهدد السلم الأهلي ومناطق الإدارة الذاتية بشكل عام. نعم، طيب، يعني نحن نعلم بأنه تنظيم داعش الإرهابي كتنظيم هو انتهى عسكريا منذ عام 2019، لكن الآن هو يتبع استراتيجية جديدة كما ذكرت حضرتك أيضا سيادة اللواء، بأنه يعتمد على هجمات بين الحين والآخر، تفجيرات، زراعة ألغام على الطرق وما إلى ذلك. إذا هذه الاستراتيجية الجديدة لداعش، ما المطلوب اليوم من القوات الأمنية والعسكرية للتعامل مع هذه الاستراتيجية؟ يعني هل هذه الحملات والعمليات الأمنية التي تقوم بها القوات الأمنية والعسكرية في المنطقة هي كافية؟ حقيقة أن استراتيجية داعش منذ إعلان النصر على تنظيم داعش في بلدة الباغوز، أعلنت قوى سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي بأننا انتهينا من المواجهات المباشرة وبدأت المواجهات الغير المباشرة مع الخلايا التي تعمل بالخفاء لتنظيم داعش. هناك تمويل حقيقة لهذه الخلايا. لا توجد خلايا تملك هذه الإمكانيات للاستهدافات وللتفجيرات ولإحداث ثغرات أمنية دون أن يكون هناك تمويل عالي المستوى. من خلال التحقيقات الأولية، من خلال التي تم إلقاء القبض عليها، هناك دوما هناك تمويل وهناك من يحرك هذه الخلايا. أغلب هذه الخلايا تتحرك بأمر من أمراء تنظيم داعش الذين يتواجدون في مناطق الاحتلال التركي. هناك تحريض دائما ومستمر من أجل إحداث توجيهات طبعا من قبلهم، من أجل استهداف حركة الأمن الداخلي، حركة قوات سوريا الديمقراطية، إحداث الرعب، زعزعة ثقة المجتمع بنا. حقيقة على الرغم من تشاركنا مع التحالف الدولي بملاحقة هذه الخلايا النائمة، لكن ما زلنا أمام خطر هذه الخلايا، وخصوصا مع تزايد الضربات التركية على مناطقنا. تنشط الخلايا، هناك خلايا تحركت في دير الزور، في ريف الحسكة، دراجة نارية مفخخة حاول أن يدخل فيها إلى مدينة الحسكة، تم ضبطهم من خلال كمين محكم أيضا. كل هذا ضمن التهديدات المستمرة على مناطق الإدارة الذاتية. شكرا لك سيادة اللواء على جميع هذه الإيضاحات والمعلومات التي نقلتها إلينا من شمال شرق سوريا، اللواء علي الحسن من الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا. أشكرك جزيل الشكر.